مغني البوب والممثل التركي جيكهان تيبي يلي خطف قلوب الصبايا بالبرايم وضرب موعد لبسمة بإسطنبول حتى يكون دليل السياحي بخلال سفرتها ما حب يغادر لبنان قبل ما يسلم على الطلاب. هاي شو اسمك ناجي؟ جان. جان ترانسليتر. سالي كيف لهنا كيف لهنا؟ هاي مان very good boys. هاي ليلى. ليلى ليلى how are you؟ هيك بلش الضحك. هاي اسمها اللي بتطلع معك على تركيا. تركيا Arkadaşlar bu akşam hepiniz harikaydınız. اليوم كنتكون عظيمين كثير انبسطت فيكم. Ve arkadaşınız gittiği için üzüldüğünüzü de biliyorum. أكيد كمان هو عارف إنكم كلكم زعلانين من فعل ناظم. أما بعضاً hepimiz bazen kazanırız ya da bazen kaybederiz. Bu hayatın içinde olan bir şey. وينين الحياة مثل ما كلكم تعرفوا فيها ربح فيها خسارة بالنهاية. كمان هو مشهور تركيا. مهند. مهند. بنزير. What's your name? Michel. Ada sahillerinde bekliyorum. Yarın seni çok özlüyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Yarın yollarını gözlüyorum. Seni senden çok özlüyorum. Beni şad et şadiye başım. Okay, okay. Come on, over. Bak, ağlıyorum kaderime yeniden. Yazamam günahım ne düşüyor çığ gibi üstüme yaralı kırgın ümitlerim can özüm söyle adaletin ne veremem seni kimselere Besma Besma Okay Thank you Türkiye'ye bekliyoruz Besme'yi Hepiniz adına Besme'yi ağırlayacağız orada Kulluna trening Türkiye'ye hakimiz Besme Yes Thank you so much Evlerinde lambalar yanıyor Gözümüz yere Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye. See you later. بالبرايم الشباب انوعدوا بتمضية نهار استجمام ومساج وغدا خارج الأكاديمية بعد نجاحهم بتحضير عشاء احتفالي للصبايا والصبايا عم بيخططوا يعملوا مفاجأة للشباب بلكي بيتكافئوا وبيظهروا سوا يوم الأحد نلحق حالنا قبل النظام نعمله بكرة بكرة؟ لا بكرة بكرة ما فاضي أصلا لا لا نعمل بكرة مع الناسي وبعد بكرة بنعمله مظاهرة لأن نروح معه أيوة إحنا بكرة نعمل لا لا هلا بنحكي على حسب كلياتنا الفكرة اللي إحنا فكرنا فيها اللي هي الحفلة إحنا نعمل حفلة في الجيم ومش عارف إيه والدي جي وأغاني ونرقص وحفلة وإحنا نرتبها نطلب أشياء بدنا إياها ويجيبوا لنا إياها ونعمل حفلة يعني نعمل شيء نعملهم شيء زي ما عملونا نعملهم عشان نستاهل نطلع معهم مش إنه نطلب وخلاص يعني نبسطهم زي ما بسطونا
الله أنا وياك إنه بكرة بنعملن حفلة بنعملن حفلة تحت بيت جيم وهيصة وهيك أشياء، بس نحن ما بدنا نعمل مثل عشاء وهيك أشياء رومانتيك، بدنا نعمل حفلة على إنه بو مش كلهم بينبسطوا بهالشيء. نيشو ما بينبسط، باش ما بينبسط، سرق ما رح ينبسط. مش بليز خليني شوي تانية لحظة، بس قالت ميشو ميشو حبيبي كنت عم بقول، بس والله قالت ميشو حبيبي. شو كنت عم بقول؟ ميشو حبيبي. اه ليه؟ لأنك حبيبي شوي. ليه؟ ليه؟ اجت فكرة نرتب له بأوضتهم بخزانة نجي لقوة نضيفة نعتبرهم تخطوط ونعمل لهم سربرايز كلهم باب القوض نرتب لهم اياها يعني. وبالليل نعمل لهم عشاء، نعمل لهم عشاء كيف بقلب العلب نحط لهم العشاء، يفكروا انه جايبين لهم عشاء العادي اللي بياكلوه كل يوم، نحن نكون حاطين لهم شيء مع ورده بقلبها. شو نعمل لهم؟ نعمل لهم ومش عدال. اوكي ومش عدال الله يا رب. شو هلا بلا بلا عشو شو نعمل لهم؟ نغني لهم يا نستقنالهم بس. ايه صح. اوكي شو رأيك نعمل لهم جاتو كبير؟ نحن ايه نعمل جاتو ايه. بس وانا ما نعمله معنا ونجيب صورهم وهيك اشياء وقف لك. شو نعمل؟ نطلب شمع منحط لهم على كل الدرج تحت شمع، نعمل لهم away لأوضتهم بفتاة، يعني منسكر لهم الهيدا على الأوضة حتى كلهم يفوتوا على الأوضة. رغم تفوق لارا الواضح باللغة الإنجليزية وبالرأس الاستعراضي، فعزوز بيلاقي نفسه مرتاح جدا باللغة الإنجليزية وما شايف أنه لارا قدمت شيء مهم بالرأس لا هي ولا الباش. يعني أنت مغرورة مغرورة، ما فيش حد يقول عن نفسه أنا برنسس، ما فيش حد يقول عن نفسه كده إلا لما يكون مغرور. حضرتك وانا ما بحبكيش تكوني مغروره خالص. انا لما تكوني مغروره انت مش برنسس، انت برينجلز. هناك يا جماعه هناك. يس بس عارف كيفن، تعرفي انا متاكد لو انا اغني انجلش مش هتحكي معاه خالص، هتقضي الوقت كله تحكي معايا. بس ربي خلاني عربي فقط. ما هو كمان بيغني عربي؟ لا ده داخل في الهيط. هي عربي اللي غنيه ده ملوش دعوه في العربي. وقت الليل يصير نهار، وقت البسه تصير فار، وقت الليل الليل طيب. اي حد ممكن يغني كده، بس مش اي حد ممكن يعمل الين يا الين. مين؟ الحمد لله يعني اللهم لا حسب. انت خابس. ممكن تبقى واحد ما عندكش ريذم في جسمك وبعدين يوم اللي بعديه بترقص احسن من اي ولد في الاكاديمي، انت ممكن تعمل كده؟ لا هو عمل كده. انا ما في، انا علموني شويه رقص يعني. بصي دب كان علموك لسه انت زي الهبل مش عارف ازاي. انت اللي هبل لوحدك. كلوز يور نوز قليله ادب. انا اهبل وقعت قدامي انين انامي روحي دفع عن ذا الكشاف. كنت مبسوط. وش تحس فيه؟ انت اللي وش تحس فيه؟ تعرفي اخر واحد قال لي اهبل ايه جراله؟ لا ده كان على عيني، ده كان من ضوافره معلق، من ضوافره ومعلق، من ضوافره ومعلق له بيانو ويعزف. انا كنت بقول لك قبل ما ابتديت تتكلم على كنت بقول لك انه كيفن. وبعدين لحظه يا كيفن، ده رأس. ايوه رأس. ايه يفتح رجليه وانت تدخلي من تحت، ده رأس. برافو. انا مدهاري ما. وانتي تيك تاك تيك تاك. ايه الاغاني؟ ايه فين الليل ويا ليلة يعاتبني. راحت عليكم الزمن ده، زمن الديجيتال. عزوز بياخد عزه ومجده وقت يكون طالع على باله يمزح ويضحك ويغني. بعد البريك بيبدأ نهار جديد بالأكاديمية ولارا عندها حلم.